هنوري لحضراتكم موهبة بقى دلوقتي. يعني كل فترة كده بيطلع حد شبه ميسي، شفنا كذا لعيب يلقب عليه ميسي القادم. هنعرض على حضراتكم موهبة جزائرية، بورصاص محمد فراس، ده لاعب ناشئ من الجزائر وبيلعب حاليا كناشئ في ترجي تونسي وأحد عشاق النادي الأهلي. هنشوف مع حضراتكم فيديو ليه ونرجع فاصل، وبعد كده نقابل حضراتكم مرة تانية في السادسة. السلام عليكم، أنا لاعب رصاص محمد فراس من مواليد 2007، لاعب ترجي كرم الجزائري ومنظمة حديث الأكاديمية الرياضية لاتحاد الكرة الجزائري. أنا من محبين فريق القرن الأهلي المصري، وأنا موجوع بجمهوري الرائع، وأحلم بلعب في وسطه بملعب القاهرة. وأنا متابعة لهذا الفريق العريق، وخاصة اللاعبين أفشار ولاعب كهرباء والمانيانج. وانا موجوع بلاعب سابق ابو دريكا وبفنياده، واحلم للوصول بما لما وصله محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي. السلام عليكم.